للمزيد مشاهدينا حول الأسواق العالمية ينضم إلي مباشرة من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. أحمد أهلا وسهلا بك. لنبدأ من اليابان. اليابان العوائد عم ترتفع في ظل التوقعات أنه ممكن أن نرى خطوة مقبلة من قبل البنك المركزي لدعم الين ولرفع وربما قد تكون على شكل رفع الفائدة. هل تتفقون مع هذه التوقعات؟ مساء الخير لارا، شكرا للاستضافة. نعم لارا، على ما أعتقد يمكن حلول بنك اليابان باتت مقتصرة حاليا على إمكانية رفع أسعار الفائدة. على ما أعتقد الدورة التسهيلية بات أو دورة تجديد عفوا تجديد السياسة النقدية قد تتجه بالبنك الياباني بالدفع لمحاولة دفعها إمكانية دفع لعملة الين الياباني. على ما أعتقد هنا تسعير عمليات رفع أسعار الفائدة كانت مقتصرة على عمليتين رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام. أعتقد حاليا باتت متغيرة بعض الشيء بعد تدخل بنك اليابان في الفترة الماضية والفشل حتى في محاولة السيطرة على عملة الين الياباني. أعتقد هنا التوجهات قد تكون لعمليات رفع أسعار فائدة أكثر مما كانت تعتقد الأسواق. يمكن شهر 6 قد تحمل إمكانية رفع أسعار الفائدة، ثم شهر 10 رفع أسعار فائدة مرة أخرى. لذلك أعتقد هناك تغيير في النبرة من كازو ويدا في الفترة الأخيرة بإمكانية تغيير أسعار الفائدة بشكل أكبر مما تعتقده الأسواق من ناحية. من ناحية أخرى أعتقد تخفيض عمليات الشراء السندات في الفترة الماضية بالنسبة لبنك اليابان باتت أوضح، حتى التوجه إمكانية لعمليات البيع الممنهجة بالنسبة للسندات اليابانية قد تكون واردة في الفترة القادمة. جدير بالذكر هنا لارا أن بنك اليابان هو أكبر الحاملين بالنسبة للسندات الحكومية بالنسبة لليابان، حتى أكثر الحاملين بالنسبة للبنوك المركزية الكبرى. لذلك ما يحمل الديون اليابانية هو بنك اليابان نفسه. لذلك للإشارة التشددية، للإشارة لمحاولة دفع الين الياباني، أعتقد يحتاجون ثلاث خطوات: رفع أسعار الفائدة، بيع السندات بشكل أقل، تدخل ممنهج مع الفيدرالي الأمريكي لدعم الين الياباني. لأنه في الفترات الماضية التدخل لبنك اليابان أو الحكومة اليابانية لمحاولة دعم الين الياباني باتت بالفشل. على ما أعتقد مرتين تاريخيات أعطت قوة للين الياباني عندما يكون التدخل ممنهج مع الفيدرالي الأمريكي. لذلك أعتقد قد يحتاجون تدخل ممنهج في الفترة القادمة. أحمد، فيما يتعلق بالفيدرالي وبعد أرقام التضخم المعتدلة اللي رأيناها في الأسبوع الماضي، متى تتوقعون الخفض؟ هل أنتم أيضا متفقون أنه قد نرى خفضين بأسعار الفائدة ابتداء من سبتمبر كما تساعد الأسواق الآن؟ يمكن لارا، على ما أعتقد شهر 9 وشهر 11 عمليتين تخفيض أسعار فائدة قد تكون مبررة بعض الشيء بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. أعتقد السير بدورة تسهيلية قد يكون مخاطرة بعض الشيء من الفيدرالي الأمريكي. كما نعتاد البنوك المركزية هي عبارة عن ردة فعل عن البيانات الاقتصادية، السياسة النقدية هي عبارة عن ردة فعل. لذلك حتى الآن بين أيدي الفيدرالي الأمريكي لا يوجد تضخم معتدل. نعم 3.5% يمكن هي جيدة بالنسبة للمقارنة بالذروة 9.1%، لكن حتى الآن هناك استقرار بالنسبة لأرقام التضخم. قد تعطي مدلول هنا لارا بأن حتى السياسة النقدية التشددية أعطت تضخم مسطح في الفترة الماضية، قراءات تضخم مستقرة. لذلك قد تكون هناك بعض المخاوف إذا ما اتجه الفيدرالي الأمريكي لتسهيل السياسة النقدية أن نشهد موجة جديدة للتضخم. حتى بالفترة القادمة قراءتين أو شهرين متتاليات بالنسبة للتضخم عندما يزيل نزيل قراءات مرتفعة قراءة 5%، قد يكون لدينا قراءات سنوية من 12 شهر قراءة بين 3.7% إلى 3.5%. لذلك قد تكون قراءات بعض الشيء مخيفة للفيدرال الأمريكي أن نشهد موجة قادمة بالنسبة للتضخم. حتى نبرة أعضاء الفيدرال الأمريكي هناك انقسام واضح. لذلك أعتقد شهر 9 قد يكون هناك إمكانية لتخفيض أسعار الفائدة فيما لو جاءت القراءات بعض الشيء مستقر. شكرا لك أحمد عزام محلل المالي الأول في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.